طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو سكشن 5-6 اللي substitution and area between curves اللي هو طريقة التعويض والمساحة بين المنحنيات. احنا المحاضرة فاتت اخذنا لو كان الاقتران موجب او غير سالب، التكامل قلنا المحدود بيساوي المساحة المحصورة بينه وبين محور اكس. لو نجيب المساحة المحصورة بين اي منحنى سواء موجب او سالب او جزء من فوق وجزء تحت، بناخذ القيم المطلقة على الفترات الموجودة عندي اللي تتجزأ عند جذور الاقتران. اليوم حناخذ اللي هي المساحة المحصورة بين منحنيي اقترانين، منحنيين محصور واحد فوق الثاني على فترة معينة. طبعا لو كان عندي هو التعويض والمساحة بين المنحنيين، النظرية بتقول لو كان عندي اقتران F of G of X في G prime of X DX بدي كامل هذا من A ل B. طبعا هنا في ضمير مستتر تقديره من X تساوي A إلى X تساوي B، صح؟ لأنه أصلا المتغير عندي هو مين؟ X، فحدود التكامل تكون للX. واحنا لما بنرسم المنحنى بنعمل الـ A والـ B، لما كنا نعمل منحنى نقول الـ A والـ B وين بنكتبهن؟ على محور X، يعني من X بتساوي A إلى X بتساوي B. طيب طريقة التعويض ايش تعمل؟ بتريحنا من المنظر الدفش هذا اللي ممكن يكون اقتران غلس او ما اقدرش اتكامل او اقدر اكامله، او هذا عبارة عن حاصل ضرب اقترانين. فأنا بقدر لو جيت فرضت U هي الـ G of X، يبقى DU إيش هتساوي؟ G برايم DX. إذن أصبح هذا DU وهذه F of U، هذه X بتساوي. طب أنا صار عندي المتغير الجديد هو U، يبقى لازم أجيب حدود التكامل بدلالة U أو بالنسبة ل-U. بدي اقول له ات اكس بتساوي اي، فان يو ايش بدها تساوي؟ جي اوف اي. اند ات اكس بتساوي بي، يو حتساوي جي اوف بي، صح؟ طبعا هذا الكلام نظري، لما نبدا نحل بكون اسهل لانه بكون عندي اقتران موجود قدامي وانا شايفه وببدا اعوض فيه. اذا هذا التكامل الانتجريشن زي ما كتبنا المره اللي فاتت او امبارح، بصير التكامل مش حكتب من A ل B، قيمه الاقتران الجديد عند الA هي G ل A لعند G ل B. الاقتران اصبح اسمه F of U في D U، اصبح اقتران واحد وبقى كامل بالنسبه ل U، وحدود التكامل من U بتساوي G of A ل U بتساوي G of B. هذه طريقه التكامل بالتعويض. نشوف مثال أول على هذا الكلام. evaluate إيش يعني evaluate؟ value لحالها قيمة. evaluate أوجد قيمة، أوجد قيمة التكامل، أوجد الناتج، أوجد التكامل. evaluate التكامل من ناقص واحد لواحد لثلاثة إكس تربيع في جذر x تكعيب زائد واحد dx. طريقة التعويض امبارح احنا قلنا باخذ ما تحت الجذر وبفرضه باليو، صح؟ فبنقول هنا let u هي x تكعيب زائد واحد، يبقى du ايش هتساوي عندي؟ 3x تربيع dx.
هذه موجودة عندي، لو مش موجودة بجيب الدي اكس ايش بتساوي بدلتها، وبعدين بخلي كل الرموز بدلالة يو. كان طلع يعني بنعمل قصة لكل حدث حديث. فهذه لأنها موجودة بيطلع عندي هنا هذه هي دي يو. الآن باجي عند حدود التكامل. هنا لما اكس بتساوي سالب واحد قديش يو؟ نقول هان ات اكس بتساوي سالب واحد يو بتساوي سالب واحد تكعيب زائد واحد اللي هي بتساوي لي صفر، صح؟ and at x بتساوي واحد يو بتساوي واحد تكعيب زائد واحد وتساوي اثنين. أصبح التكامل المعطيني إياه السؤال، إذا التكامل ناقص واحد لواحد لثلاثة x تربيع جذر x تكعيب زائد واحد dx، أو لو قلنا i زي ما قلنا تساوي التكامل من صفر لاثنين. عليكم السلام. تكامل من صفر لاثنين، صح؟ هاي حدود التكامل الجديدة. هذا الاقتران اللي جوا يو تحت الجذر يو أس نص أو جذر يو، صح؟ صح؟ أوكي أوكي طيب. وهذه في هاد ديو تساوي ايش تكامل يو اس نص؟ يو اس 3 على 2 على 3 على 2، يعني بدها تصير 2 على 3 يو اس 3 على 2 موخوذه من 0 ل 2. قلنا دائما لما اجي بدي اعوض افضل احط عصوره الجذر عشان استوعب كيف اطلع الناتج. فهذه لو حطيت عصوره الجذر اللي جوا على اللي برا اللي جوا على دليل الجذر، صح؟ بدها تصير عندي عباره عن 2 على 3 في الجذر التربيعي ليو تكعيب موخوذه من صفر اللي جوا على اللي برا. صح صح، ما انا بقول اللي جوا على اللي برا اللي جوا هيها مزبوط. مالك خربطتي، صح ولا لا؟ انا كاتب صح ولا غلط؟ خلاص اسكتي خربطيني، بدي اشك فيها. انا قاعد بقول لكم اللي جوا على اللي برا، اللي جوا الجذر على اللي برا الجذر. الان لما احط بصفر بتروح، يبقى خلينا نعوض بايش؟ باثنين فقط. الاثنين تكعيب اللي هي 8 جذر 8 2 جذر 2 2 جذر 2، صح؟ اللي هي 4 في 2 والأربعة بتطلع برا بتطلع ب 2، بصير 2 جذر 2 في 2 بيطلع عندي 4 جذر 2 على 3. تمام؟ طبعا الصفر بصفر ما بنكتبهاش. أي سؤال؟ أي حاجة مش واضحة احكوا عنها. طبعا في عندي طريقة ثانية، اني بدل ما اجيبها بدلالة يو واغير حدود التكامل، مكتوب الحل الثاني عندكم، صح؟ ايش ممكن يعمل؟ بقول انا عندي التكامل، السؤال ناقص واحد لواحد ثلاثة اكس تربيع جذر اكس تكعيب زائد واحد دي اكس. انا بحبش اغير حدود التكامل، بلاش، بقول خلي يو بتساوي اكس تكعيب زائد واحد ومنها دي يو بتساوي 3 اكس تربيع دي اكس. باجي بقول اذا التكامل غير المحدود ل 3 اكس تربيع جذر اكس تكعيب زائد واحد دي اكس حتساوي تكامل يو اس نص في دي يو، صح؟ بدون حدود تكامل. هذا بيساوي هذا من الفرض، يعني اعتبره كأنه سؤال بدون حدود تكامل. هذا حيطلع عندي 2 على 3 في يو اس 3 على 2 زائد سي، تمام هيك؟ الآن باجي بقول رجع يو لأصلها، يبقى حتساوي 2 على 3 الجذر التربيعي لأبصر مين تكعيب؟ مين الأبصر مين؟ اللي هي اليو اكس تكعيب زائد 1 زائد سي. الآن بقول إذا ما دام هذا التكامل غير محدود هيك تكامله، إذا التكامل من سالب واحد لواحد لثلاثة إكس تربيع جذر إكس تكعيب زائد واحد دي إكس تساوي 2 على 3 في الجذر إكس تكعيب زائد واحد تكعيب كله من غير سي، من سالب واحد لواحد وخلص مباشرة بحط. ما
أنا بقول لك، أنا بقول لك. هالحين خلوكم معي بس، خلوكم معي. هالحين عشان إحنا نفهم نوضح، هذه عبارة عن التكامل من سالب واحد لواحد. جذر إكس تكعيب زائد واحد في ثلاثة إكس تربيع دي إكس، صح؟ مزبوط هيك؟ الآن هذه هي دي يو، دي يو صح؟ هيها. هذا اللي تحت الجذر يو، اللي تحت الجذر يو، أصبحت عبارة عن إيش؟ تكامل من سالب واحد لواحد لا جذر يو في دي يو. بس هذول حدود التكامل أنا بدي أشيلهم، أو من عند إكس بتساوي سالب واحد لإكس بتساوي واحد، وجذر اليو هي يو إس نص. مظبوط ولا لا؟ وضحات؟ كويس، اسألوا ما تخلوش أي حاجة، ما تخلوش حاجة في نفسكم. يبقى أنا بقدر أحل بالصورة هذه أو هذه. طبعا اريح لو غيرت حدود التكامل، بتكون عاده ابسط واسهل. طيب definite integrals of symmetric functions، هنا معلومه مش بالضروره استخدمها، مش ضروري يعني، مش اجباري، لكن كمعلومه ممكن نستفيد منها. اللي بحل فيها ممكن يوفر وقت في بعض الاسئله، وبعض الاسئله بحس انه طولت الحل، لكن لا يمنع اني اعرف هذه المعلومة. نشوف هذه المعلومة إيش بتقول. في حاجة اسمها symmetric interval، يعني فترة متماثلة، متماثلة حول نقطة الأصل. فترة، طبعاً الفترة وين بأخذها أنا؟ الفترة حدود التكامل على محور X، صح؟ على خط، على محور X لما تكون متماثلة حول الصفر، يعني زي ما أقول من ناقص واحد لواحد، من ناقص ثلاثة لثلاثة، من ناقص خمسة لخمسة، من ناقص جذر اثنين لجذر اثنين، هذا نسميها إيش؟ متماثلة. بصفة عامة بقول من سالب A ل A، إيش ما كانت A، أي عدد حقيقي، بسموها symmetric interval. في عنا بندين في الملاحظة. الملاحظة هذه بتقول لو كان عندي، نعتبر هذا اقتران زوجي، اقتران زوجي ولا لا؟ على فرض هذه من سالب 2 ل 2 وهنا الصفر. الان بيقول لي اوجد المساحه تحت المنحنى، نعتبر هذه كمان 2، لو اعتبرنا هذه 2 حيطلع هذا ايش؟ جذر 2 وهذه ناقص جذر 2، مظبوط؟ رسمة ايش هذه؟ سالب اكس تربيع زائد 2، صح؟ سالب اكس تربيع، ما انا عاملها مثال انا بس، سالب اللي هي 2 ناقص اكس تربيع، صح؟ واي اللي هي اكس تربيع، سالب اكس تربيع وبرفعها لفوق وحدتين. لو سويتها بالصفر بتساوي 2، يبقى اكس بتساوي زائد او ناقص جذر 2، صح؟ يبقى هيك بدها تكون عندي على فرض. الان بقول اذا كان هذه symmetric interval، صح؟ فترة متماثلة يتوسطها الصفر من سالب جذر 2 لجذر 2. بقول بدل ما اجيب التكامل من سالب جذر 2 لجذر 2 ل 2 ناقص x تربيع دي x، بقول هو ضعف التكامل من صفر لجذر 2 ل 2 ناقص x تربيع دي x. واضح الكلام من الرسم؟ لو أخذتها أنا من صفر لجذر 2 بس وضربتها في 2، ما هو متماثل، صح؟ فإذا كان الاقتران زوجي، تعريف الزوجي لو جاءنا الفصل الأول هو symmetric about the y axis، متماثل حول محور y، فهذا اقتران زوجي. إذا كان اقتران زوجي وحدود التكامل symmetric interval، فالتكامل، التكامل من سالب A ل A ل F of X DX، والF even function، تمام؟ هذه بتساوي 2 التكامل من صفر ل A ل F of X DX. ميزتها فقط
اللي بتسهل علي لما اعوض بالصفر، اعوض بالصفر اصلا معوض مره بايه ومره بسالب ايه، يكون اسرع، صح ولا لا؟ هاي ميزه بدك تستغلها بتستغل، بدكيش عادي، سؤال عادي وبنكامل وبنحل كل حاجه، يا بتحليه بالصوره هذه يا اما بتحله بالصوره هذه، تمام. هذا اذا كان الاقتران زوجي. اذا كان الاقتران فردي بيكون متماثل حول نقطه الاصل. خلينا ناخذ اقتران، نقول الساين مثلا، يا ستي هاي هيك وهي هان، مش هذا ساين؟ هاي الساين زوجي ولا فردي؟ فردي. والكوزاين مين الزوجيات هن؟ الكوزاين والسيكنت فقط، والأربع البقيات اود فانكشنز، مظبوط. هذا الاقتران، لو اخذت انا مثلا من الساين صفر عند الصفر وعند الباي وعند الاثنين باي، صح؟ فلو كانت هذه باي هذه بتكون سالب باي، هل هي سيمتريك انترفل ولا لا؟ من سالب باي لباي فتره متماثله، صح؟ فلو قال لي بدي التكامل من سالب باي لباي لساين اكس دي اكس، بقول له هذه تساوي صفر على طول لان الساين اقتران فردي، خلصنا. ممكن نستغلها هذه في حال سؤال، اذا انا كنت متاكد انه الاقتران اللي عندي فردي على سيمتريك انترفال، مؤكد انه التكامل تبعه تكامل، ها مش مساحه، تكامل بيساوي لي ايش؟ صفر. لو بدي اجيب مساحه بجيب الاول والثاني، القيمه المطلقه زائد القيمه المطلقه، اخذناها المحاضره اللي فاتت، صح؟ فبقول لي اللي هي النظريه اللي عندنا في صفحه 109 بتقول، فهمتوا ايش القصد هان؟ اذا كان الاقتران فردي فالتكامل، هاي رقم واحد، رقم اثنين، لو اف از ان اود فانكشن يبقى التكامل من ناقص اي لا اي لا اف اوف اكس دي اكس تساوي صفر مباشره، تمام؟ هذا اللي مكتوب عندنا في النظريه من غير ما نقراها. أنا أقول لك هالحين لما يكون المنحنى تحت محور إكس، قيمة التكامل تطلع موجب ولا سالبة؟ سالبة. طب واللي فوق؟ هالحين هذا الاقتران متماثل. إيش يعني متماثل؟ يعني مساحة هاد نفس مساحة هاد، بس واحد بالموجب واحد بالسالب. طب اجمع الموجب مع السالب، افرض هذه طلعت اثنين مساحتها اثنين، فقيمة التكامل تطلع سالب اثنين، وهذا حتطلع موجب اثنين. فلما بدي احسب التكامل كله من سالب باي لباي، هقول سالب اثنين زائد اثنين حيطلع لي صفر، مؤكد. تعال تنشوف، تعال تنشوف، مش مصدقه هي؟ لا مش مصدقه، لا انت مش مصدقه. ما هو لما يكون اقتران فردي متماثل حول نقطه الاصل، شوفوا وش تحت، صح؟ خلاص اجرب. طيب اصلا لو كملناها حتطلع لي ايش؟ كوزاين اكس، سالب كوزاين اكس، صح؟ سالب كوزاين اكس، مرة بالباي ومرة سالب، والسالب والكوزاين زوجي، فكوزاين الباي هو نفسه كوزاين ناقص باي، صح؟ حتكون القيمة ناقص النفس بتساوي صفر مباشرة. لو بدنا نكمل، اسأل ما تخلوش حاجة، زي ما قلنا اذا بتخلوا حاجه بتطلع في عين اولادكم ولا حاجه لا سمح الله، تخلص حاجه في نفسكم خالص. شوف الاكزامبل هذا، طريقه الحل غلسه هان، لان انا بدي اطبق على الاقتران الزوجي والفردي، لا انا بحله عادي وخلاص. انا لو اجتني السؤال بيقول لي ايفالويت اكزامبل، لكن احنا بدنا نشوف القاعده ايفالويت من سالب 2 ل 2، هذا ضروري هذا الشرط، لو من سالب 1 ل 2 بطلت القاعدة. x أس 4 ناقص 4 x تربيع زائد 6 دي x، واضح انه هذا اقتران زوجي، صح؟ بنقول له احنا في السوليوشن لو سمينا f of x
بتساوي x أس 4 ناقص 4 x تربيع زائد 6. يعني أنا بدي واسطة عشان أقول له هذا اقتران زوجي، يبقى التكامل هذا بيساوي 2 تكامل من 0. طب ما بحله عاد وخلاص، مزبوط؟ آه هذا غلش، لكن لو كان فردي أسهل ممكن أستغلها وأقول 0 مباشرة بعد ما أثبت أنه الاقتران فردي. بس ليت f و x، يبقى f ناقص x إيش هتساوي عندي؟ مظبوط؟ هيك لازم أعمل، وتساوي x أس 4 سالب، هذه بتضلها زي ما هي، ناقص 4 x تربيع زائد 6 تساوي، إذن f is even. طيب مدام even، إذن الانتجريشن تبعنا المعطين إياه في السؤال تساوي 2 التكامل من 0 ل 2 ل x أس 4 ناقص 4 x تربيع زائد 6 dx تساوي x أس 5 على 5 ناقص 4 x تكعيب على 3 زائد 6 x موخوذة من 0 ل 2. طبعا هذا كله في قوس، من 0 ل 2 من مش ضربناها في 2؟ اه 2 برا، 2 برا، اه بحسب بتحكوا على 2 اللي غاد مضروبة في 2. طبعا هاي الميزة اللي بدي اعوض بصفر بروح هذا بصفر، لكن بدي اعوض بسالب 2 وموجب 2 تعمل لك قصة. اتس اب تو يو، زي ما بدكم يعني. 2 في 2 اس 5 على ناقص 4 في 8 على زائد 12 كثير الى اخره بيطلع الجواب صح؟ ممكن نطلعه، بسيطة القصة. طبعا ناقص صفر ما هي صفر، بيطلع لنا الجواب النهائي قديش؟ زي ما مكتوب 2 3 2. طبعا بدنا نوحد، بضرب هذا في 3 وبضرب هذا في 5 وهذا على 1 بضربها كمان في 5 في 15، حضربها في 15 بالآلة الحاسبة بتطلعوا الجواب بيمشي الحال. تمام؟ الإكزامبل اللي بعده بقول لي ايفاليويت التكامل من سالب باي على 2 لباي على 2 لساين اكس دي اكس. في السوليوشن بنقول له اف اوف اكس اللي بتساوي ساين اكس از ان اود فانكشن، ما بدهاش اثبات، هذه معروفه قاعده عندنا صح؟ ولو حطيت تان او كوسيكنت او غيره اه مباشره f x بتساوي sin x is an odd function and سالب باي على 2 وباي على 2 is asymmetric interval. هذا implies التكامل من سالب باي على 2 لباي على 2 لsin x dx تساوي ايش؟ صفر من النظرية بس، بدون ما لا أكامل ولا أطلع جواب ولا حاجة. اللي بتحب تكامل طبعا وتطلع الجواب عادي برضه زي ما بدكم. ممكن أحط إكس تكعيب زائد إكس بدل ما أحط ساين إكس، إكس تكعيب زائد إكس اقتران فردي. بقول إنه اقتران فردي بس أنا هذه فايدتها في الاقتران الفردي أكثر. كل هذا عشان اخذ اذن اعملها زي هيك؟ طب انا بكون خلصت نص السؤال ولا لا؟ برضو انا بديش احرضكم ضد الكتاب او ضد النظريه، عادي ممكن تستغلوها وتطبقوا عليها. اوكي. نشوف الان النقطة التالية اللي هي area between curves، المساحة بين المنحنيات. المساحة المحصورة بين منحنيات. طبعا عندنا هنا محلول في السطر، المفروض هيك ينكتب الكلام كامل صح؟ يكون افضل. Yeah.
طيب ماشي. لو كان عندي اقترانين خلوكم معي f of x و g of x، هذا ال g وهذا اللي فوق f of x، هنا في عندي انترفل من a ل b، هذا هي. من الواضح انه f of x اكبر او تساوي g of x لكل x في الانترفال a و b. انا شفت في ناس بيكتبوا الx هيك هيك وبسيبوا ليها فاضي، ليه مش ملزم تكتبوا هيك؟ لا هي انا بقول لك اياها سهله، سهله ما تعودنا عليها احنا في كتب الرياضيات، هذه بسموها اكس ماث في على الوورد. لو دخلتوا تكتبوا رياضيات في الايكويشن في الوورد، ملف الوورد في ايكويشن، لما تكتبي فيها بتطلع الاكس بالصوره هذه في الماث، هي عباره عن زي السي مقلوبه وبتشبك فيها كمان واحد سي وسي، بس هاي سي وسي. لا الاكس احيانا بيجي عندي انا ضرب، زي ما انتم حلين في المثال الاخير النشاط الاخير، في المشتق الاول ضرب مشتق، طب في اكس وتحط جنبها ضرب، لا احيانا بتحط ضد وفي جنبها سالب، زي ما تكون ساين في كوزاين، بقول مثلا الساين مشتقتها كوزاين وهذيك، او ساين في سالب كوزاين، تحط نقطه وسالب ما ينفعش تحط قوس، اه بكون قوس بدل الضد بكون احسن. لا انا بدي اعطيك يكون في حل انك تحطي الضرب اشاره الضرب وتكتب اكس، اكس ماث بكون افضل، قوس وقوس مشبوكات في بعض، هيها هيك وها سهله سهله، بس تعود عليها. كان المفروض من اول الفصل قلتوا لي بنتغلب فيها، كان تدربتوا عليها. طيب الان احنا بقول الاف اكبر او تساوي جي، طبعا عند هذه النقطه بتساوي ولا لا؟ نفس النقطه، فبتكون اكبر او تساوي جي على كل الانترفال، مش بالضروره الاثنين يكونن فوق محور اكس، انا بين مساحه محصوره بين منحنيين وين ما يكون وضعها، فانا بدي المنطقه مساحه المنطقه هذه، بقول هذه المساحه هي عباره عن المساحه المحصوره تحت اف كلها، لو شلنا منها المساحه المحصوره تحت جي، صح؟ المساحة اللي تحت اف كلها لو شلنا منها المساحة اللي تحت جي تيجي المساحة المحصورة بين المنحنيين، وبالتالي هذه المساحة هي التكامل من a ل b ل f of x ناقص g of x كله dx، بعطينا مساحة المنطقة المحصورة ما بين المنحنيين. تمام؟ نشوف مثال على هذا الكلام، طبعا نسيتم انه هذا مر عليكم في توجيهي ولا لا؟ اكيد ها؟ مر عليهم في توجيه. ايوه مر عليكم، مر عليك، ما طلعتش هيك، انا قلت مر عليكم اه. مر على القوم الاخرين في توجيه. اوكي، اوكي. ما فيش يعني كلام بسيط جدا، نشوف المثال. Find the area of the region enclosed by المحصورة ب ذا بارابولا، الاقتران التربيعي بسموه بارابولا، بارابولا ذا بارابولا واي تساوي الاقتران الاول، بقول لي واي بتساوي 2 ناقص اكس تربيع، والاقتران الثاني اند ذا لاين واي تساوي سالب اكس، نعرف نرسم الاثنتين صح؟ طبعا انا بدي ارسم هذه في الاول اللي هي سالب اكس تربيع زائد 2 صح؟ هذه هي عبارة عن سالب اكس تربيع زائد 2. ايوه عشان بالسالب يبقى لتحت، ما حد في ناس بيقولوا طب افرض انا ما بعرفش ارسم المنحنى، لا سهلات. في حاجات لازم نكون نعرفها احنا. بتساعدك، بتكيس انت حرة بتتغلبي أكثر. فأنا بدي أعتمد على الرسم. هاي هذه هيك. وهذه بدها تكون الاثنين، فبدي يكون محور السينات تحت.
صح؟ هذا هي. طبعاً وين بقطع هنا عند سالب جذر 2 وموجب جذر 2؟ ما بعنينيش كتير، لأن بديش المنطقة بس تحت هذا المنحنى فقط، المساحة بدل محصورة بين هذا وهذا. الآن هذا الخط واي تساوي إكس هان، يبقى واي تساوي سالب إكس هان، صح؟ بتكون هان، عارفينها ولا لا برضو؟ واي تساوي إكس اللي هي هان، واي تساوي سالب إكس بتيجي بالصورة هذه، وبالتالي هان أنا بدي أجيبها بالصورة هذه. طيب الآن المنطقة المحصورة هي هذه، صح؟ يبقى أنا ما اطلعتش على جذر 2 وسالب جذر 2، بلزمنيش كثير. لو بدي أحط هذه النقطة وهذه النقطة، يعني إنك فاهمة، بقول مقبول هاي جذر 2 وسالب. بس لو طالب انتبه لها ممكن تدخل معه الأمور ويصير بده يحط حدود التكامل، خصوصا إنهم الغالبية بخاف كيف يطلع حدود التكامل. بنقول له بسيطة جدا، حدود التكامل هي حدود المنطقة المظللة المحصورة بين المنحنيين. هاي هذه المنطقة، هذه النقطة بدي أشوف إيش إحداثيها السيني أو إكس، وهاي نقطة التقاطع بدي أشوف إيش إحداث إكس، صح ولا لا؟ هذول التنتين. من وين بجيب نقطة تقاطع منحنيين؟ بساوي قاعدتي الاقترانين مع بعض. ففي بداية الحل ممكن أنا أسمي هذه واي واحد وواي اثنين، أجي أقول لك ست واي واحد تساوي واي اثنين، ليش؟ لإيجاد حدود التكامل. يبقى اثنين ناقص إكس تربيع بتساوي لي سالب إكس، ودي هدول غاد عشان الإكس تربيع تصير بالموجب، تمام؟ إذا بصير عندي إكس تربيع ناقص إكس ناقص اثنين، صح؟ تساوي صفر. هذه تتحلل إلى إكس ناقص اثنين في إكس زائد واحد تساوي صفر، ومنها إكس بتساوي اثنين أو إكس بتساوي سالب واحد. يبقى إكس بتساوي اثنين، يبقى هذه اثنين وهذه هان سالب واحد، تمام؟ لو بدي أجيب الإحداثي الصادي بقدر، يا بعوض في الأول يا في الثاني، لازم تطلع نفس القيمة الإحداثي الصادي للنقطة لو بدي. يعني لما إكس باثنين، اثنين ناقص أربعة سالب اثنين، يبقى هذه المفروض تكون عقبال السالب اثنين، صح؟ طب جربي هان، حطي سالب، حطي إيش إحنا قلنا اثنين، حطي اثنين برضو سالب اثنين بطلع. عوضنا هان طلع سالب اثنين، اثنين ناقص أربعة سالب اثنين، عوضي هان برضو سالب اثنين. طب لما إكس بسالب واحد، عوضي هان واحد، يعني هذه واحد واحد. طب عوضي هان اثنين ناقص واحد برضو واحد، لأنها نقطة تقاطع تقع المنحنى الأول والثاني، صح؟ أوكي، ما بديش القصة هذه كلها. أنا حدود التكامل من سالب واحد لاثنين، مين اللي فوق من الرسم؟ واي واحد ولا واي اثنين؟ واي واحد هي اللي فوق، صح؟ من الرسم ما فيش داعي أعمل أي شغلة ثانية. لكن لو أنا بعرفش أرسم أتحجج إني بعرفش الفترة عندي من وين لوين؟ من سالب واحد لاثنين بدون رسم، بدون رسم. خذي أي رقم في الفترة ما بين سالب واحد واثنين، أسهل حاجة صفر. شوفي مين أكبر، عوضي هان عن إكس بصفر، عوضي عن إكس بصفر، مين أكبر؟ الاثنين اكبر من صفر، يبقى هذا فوق وهذا تحت اوتوماتيك، وهي الرسم بايد. انا من غير رسم ممكن اعملها. انا كتبت عندي هنا يعني باللون الاحمر انه ممكن اختيار نقطه في الفتره ما بين سالب واحد واثنين والتعويض في قاعدتي الاقترانين، فيكون الاقتران الاعلى هو الذي صاحب القيمه الاكبر، القيمه الاكبر بكون بتصيغوها زي ما بدكم. فالان باجي بقول اذا الاريا اللي احنا بندور عليها هي التكامل من سالب واحد لاثنين، لمين؟ لاثنين ناقص اكس تربيع ناقص هذا كله دي اكس. شايفين القواس ايش بعمل؟ الاقتران الاول ناقص الاقتران الثاني. هنا مش محتاج قواس، لكن هان في مقدار ناقص مقدار، صح؟ حتى عشان في سالب كمان اكد، هذه يعني اكثر ضروره. وبالتالي الان نقول يساوي واضح الكلام؟ طيب يبقى الاريا تساوي تكامل من سالب واحد لاثنين، نفك القواس، اثنين ناقص اكس تربيع زائد اكس، ما فيش داعي للترتيب، فيش داعي، بدها كامل على طول، اثنين اكس ناقص اكس تكعيب على ثلاثة زائد كله من
يبقى قوس لاثنين ناقص قوس للسالب واحد، لاثنين أربعة ناقص ثمانية على ثلاثة زائد اثنين للسالب واحد، سالب اثنين زائد ثلث زائد نص. وهذا بحسبه وهذا بحسبه بطرح من بعض وبنطلع الناتج. تمام؟ هذا المثال الثاني اللي بدنا ناخذه الآن نفسه كان بأرقامه بكلامه كله كان في كتاب توجيهي نفسه بالعربي بس. ما هو لو رجعت عندها ظاهر كتاب توجيهي لو طلعت في المصادر وراء المراجع بتلاقي كالكولس ثوماس كالكولس اللي احنا بنتعامل معه. خلاص؟ Find the area of the region in the first quadrant that is bounded over by. First quadrant يعني إيش؟ First quadrant. Quadrant جاي من كلمة quarter. إيش يعني quarter؟ ربع. Quarter على الساعة. صح؟ In the first quarter في الربع الأول. وإحنا عارفين الربع الأول اللي فيه الكل موجب. كل جائر عارفينه. اللي هو السين موجب والصاد موجب أو إكس موجب واي موجب. Find the area of the region in the first quadrant that is bounded over by محدودة من أعلى b y تساوي جذر x من أعلى and below by the x axis and the line y تساوي x ناقص 2. أوجد مساحة المنطقة المحصورة أو الواقعة في الربع الأول والمحصورة بين أول حاجة y تساوي جذر x بتعين عارفين حافظين هذه ولا لا؟ تساوي جذر اكس والاكس تربيع والناقص اكس تربيع والحاجات هذه المفروض احنا نكون عارفينها. هذه واي تساوي جذر اكس، واي تساوي جذر اكس تبدا من وين؟ من الصفر. طيب ومحور السينات، هاي محور السينات، لو قال هيك وسكت من صفر لوين؟ مش عارف طبعا، مستحيل تطلع ما لا نهايه الاجابه لانه المساحه هذه هذا بعلى صح، وبالتالي المساحه كل مالها تكبر. طيب من اسفل بمين؟ محور اكس والمستقيم، قال لي واي تساوي واي بتساوي اكس ناقص 2. يعني كيف برسمه؟ ارسمه من غير اسحبي ولا حاجه، هي اكس هاي واي، حط اكس بصفر، حطي واي بصفر 2، خلصنا صح؟ بدك تحطي واحد حطي واحد زي ما بدك، لما اكس بصفر واي طيب والثانية لما اكس بصفر واي باثنين، هاي اثنين، يبقى هاي النقطة هانا سالب اثنين وهان اثنين، بدي اوصل بينهن، اللي تحت ماليش فيه صح؟ انا الي اللي بقى اللي بيقع في الربع الاول، وهذا طبعا بيمتد هيك، يبقى تيجي هذه نقطة تقاطع هيك، سكرت لي المنطقة ولا لا؟ طيب بلاحظ انه هذا المنحنى هو اللي فوق، طب مين اللي تحت؟ في المنطقة تبعتي خذوا بالكم، المنطقة تبعتنا هان ماليش في كله، فبقول هان في المنطقة هذه محور اكس اللي تحت، في المنطقة اللي هان الخط المستقيم اللي تحت، يبقى انا بدي اجزئها ولا لا؟ بدي اقول هان في منطقة من صفر لاثنين وفي من اثنين لابصر قديش لهذه النقطة، لو عرفت نقطة التقاطع بعرف الحد الثاني هان صح؟ صح؟ غسل وجهك اذا بدك نعسانه، مش هان تغسل وجهك بدك تشربي نعسانه خالص. نعم الان احنا بدنا نشتغل على المساحه المحصوره بين منحنيين، في منحنى فوق ومنحنى تحت، اللي فوق ناقص اللي تحت. طب اطلعي لي على المنطقه هذه، هذه المنطقه مين اللي تحت؟ هان محور سين. طب هان مين اللي تحت؟ الخط المستقيم. طب بنفع اقول من صفر لأربعة مثلا اللي فوق هذا الخط ماشي جذر الاكس ناقص مين؟ ناقص هذا ولا ناقص الصفر؟ ليش؟ طب وهذا وين راح؟ يبقى في شيء هيك وشيء هيك، مزبوط ولا لا؟ فكأني انا جزأت المنحنى غصبا عنه، هو جزأ هيك معي من السؤال انه هان صار جزئين، هذه المنطقة اللي تاخذها من صفر لاثنين
الحين بنشوف حدود التكامل كيف بنطلعها. في عندنا من صفر لاثنين، وهذه قولي من قولي أربعة. أقول أربعة بديش أقول، أنا مش عارف الشيء، بديش أطلع على الكتاب. بدنا نجيب حدود التكامل في الأول زي ما عملنا في المثال. ها معادلة الأول بتساوي معادلة الثاني، الواي بتساوي الواي، يبقى بنساوي المعادلات وبنطلع الجذور. أنا الآن عندي ثلاث اقترانات صح؟ الآن لإيجاد حدود التكامل بدي أساوي جذر الإكس بالصفر عشان أطلع هذه النقطة. وين بيقطع المنحنى الأول؟ طبعاً أنا عندي المستقيمات، الأول هو واي بتساوي صفر اللي هو محور إكس صح؟ والثاني واي بتساوي جذر إكس، والثالث هي إكس ناقص اثنين. هاي الثلاثة بدي أسويهم في بعض، فأنا أخذت هذا مع هذا في الأول، منها بتطلع إكس بقديش؟ تساوي صفر. هاي أول واحدة، هاي نقطة تقاطع بين خطين. كمان جذر إكس نسويها الإكس ناقص اثنين، ماشي الأسهل، إكس ناقص اثنين تساويها بالصفر، بيطلع عندي إيش؟ إكس باثنين. هاي نقطة التقاطع ما بين هذا الخط ومحور السينات، هاي نقطة. الآن ضل علي أجيب هذه النقطة صح؟ هاي آخر نقطة. يبقى الآن بدي أساوي جذر إكس أسويها بإكس ناقص اثنين. هان عشان في عندي نوعين من الإكسات بدنا نربع طرفين عشان نتخلص من الجذر. التربيع دائما لما يكون عندي معادلة فيها تربيع عازم كلها جذرين، لكن هي قبل التربيع هذه أكبر أس عندي من درجة الأولى، يعني المفروض لها جذر واحد يفترض، لكن التربيع ربما يفرز لي جذر جديد. بدي أتأكد من الجذرين هل هن فعلا بحق المعادلة الأصلية ولا لا. فالآن بدي أربع، إيش بيصير عندي؟ إكس بتساوي مربع الأول ناقص اثنين زائد أربعة. ودي هذه هان، بصير عندي إكس تربيع ناقص خمسة إكس زائد أربعة تساوي، يبقى إكس ناقص أربعة في إكس ناقص واحد تساوي صفر صحيح؟ يبقى إكس بتساوي أربعة أور إكس بتساوي واحد. هاي المعادلة اللي أنا طلع اللي أفرزت لي هذول الجذرين، حط إكس بأربعة، جذر الأربعة وأربعة ناقص اثنين تحقق. طب حط الواحد، جذر الواحد واحد ناقص اثنين سالب واحد لا يساوي الواحد، إذن هذا الجذر مرفوض. تمام؟ الكلام كله مكتوب الحين، فهمتوا ليش؟ الآن نقول إحنا نسمي هذا واحد بالتعويض في واحد لتحديد الجذور، جذور المعادلة، أو نقول إحنا جذور المعادلة. حسين عندي جذر الواحد بيساوي واحد ناقص اثنين لا يساوي واحد ناقص اثنين، يبقى إكس تساوي واحد مرفوض. تمام؟ للتوضيح. أند أخذ جذر الأربعة بتساوي أربعة ناقص اثنين وتساوي اثنين، يبقى إكس تساوي اثنين مقبول. آسف أربعة مش اثنين. يبقى إيش طلع عندي؟ الصفر والاثنين والأربعة، هاي حدود التكامل. الآن نروح نشتغل على الفترات اللي تكونت عندي. إذن الأريا بدها تساوي التكامل من صفر لاثنين، مين اللي فوق واللي تحت؟ الصفر اللي هي معادلة محور إكس واي بصفر دي إكس زائد التكامل من اثنين لأربعة، مين اللي فوق؟ جذر إكس ناقص إكس ناقص اثنين، وهذا كله دي إكس. تمام؟ واضح الكلام ولا مش واضح من عنده؟ قولي. هذه معادلة محور إكس، معادلة محور واي إكس بتساوي صفر. لا مش من غير ما تكتب، هو معروف زمان انه الاكس والواي بيكرهوا بعض،
هذا قدم امتحان وهذا قدم امتحان، لما يجي يصلحوا سلموا كل واحد ورقته للثاني، يعني اعطوا امتحان اكس لواي واعطوا امتحان واي لاكس، هذا حط له هذا صفر وهذا حط له هذا صفر، بيكرهوا بعض خالص. كويس، يبقى اكس على واي بصفر دائما. احنا مش عارفين الان هاي محور إيه؟ هاي محور واي، هذه النقطه مثلا 2 ايش بنحط احداثياتها؟ 0 و2 اكس بصفر دائما. حط هان 0 و3، حط هان سالب 0 وسالب 1 دائما على محور واي اكس بصفر. فمعادله محور واي هي اكس بصفر، وبعدين هو خط راسي ولا لا؟ مش عارف معادله خط راسي فيرتيكال. تذكروا الفيرتيكال اسيمتوت؟ الفيرتيكال، طيب الفيرتيكال اسيمتوت بتعرفوه ولا لا؟ لما نكتب المعادله هي اكس تساوي 1 كيف نعمله؟ خط راسي عند النقطه 1 نعمله خط راسي، صح؟ طيب لما يكون عند الواحد خط راسي، هاي عند الواحد ايش معادلته؟ اكس بتساوي 1. طب لو عند 2 ايش معادلته؟ طب لو عند السالب 1 اكس بتساوي سالب. طب عند الصفر اكس بتساوي 0، معادله محور واي، صح؟ نفس الكلام محور اكس ايش معادلته؟ احنا لما بنعمل هيك لو اخذت عند 2 بقول واي بتساوي 2، لو اخذت عند الواحد واي بتساوي 1، لو اخذنا عند السالب 1 ايش معادلته؟ واي تساوي سالب 1. طب عند الصفر ايش معادلته؟ واي تساوي 0. وضحت؟ اوكي. وين بدي اجيب؟ بدي اجيب بين هذا وهذا. لو قال لي بين المستقيم، لو قال لي بين المستقيم والمنحنى بس، ما جاب ليش الربع الاول وقال لي محدوده من اسفل محور اكس. خلينا اسمع السؤال بس. لو بده مساحه وطلع عندك يجيب السالب، لازم طبعا لازم تجزئ الفترات، اذا في عندك فتره بدك تجزئي كل فتره بكملها لحال، واللي بيطلع سالب او موجب خذي القيمه المطلقه للاول زائد القيمه المطلقه الثاني زائد، وهكذا دائما مفروض. لكن ما دام بيطلع بالموجب وانا شايفه فوق ما فيش داعي اخذ القيمه المطلقه، فيش داعي، عشان هيك الرسم بيساعد وبريح. يبقى عرفنا ايش معادله محور اكس، هي واي تساوي وهيات المنحنى وهي هذا. الان الاريا بدها تساوي التكامل هذا، يعني حتساوي لنا التكامل من صفر لاثنين لايش؟ اكس اس نص دي اكس زائد التكامل من اثنين لاربعه، هذا عباره عن ايش؟ اكس اس نص ناقص اكس زائد اثنين كله دي اكس، وبنكامل وبنطلع الباقي سهل ولا لا؟ الباقي بسيط. اللي عنده سؤال ايش بقيت تشرحي قبل شويه؟ خلاص؟ خلاص؟ اوكي. طيب انتجريشن وذ ريسبكت تو واي، التكامل بالنسبه لواي. احنا هنا كله بنكامل بالنسبه لمين؟ لما بنكامل دي اكس. لو بدي اكامل دي واي يعني تكامل بالنسبه لواي، حيصير عندي نفس الفكره اللي شرحناها، بس بدل ما الاستناد على محور واي اكس حنصير الاستناد على محور واي. كيف يعني؟ نشيل هذا الكلام خلاص، مش لازم لحد. حنعيد نفس الحل، نفس المثال هذا على واي نفسه، بنحله كله على واي، هو المكتوب عندكم تحت برضه، بس احنا خلينا ناخذ الجانب النظري له. أو القاعدة إيش بتقول؟ سهل عليك، مش معانا ها؟ مش مشكلة. بس ها؟ وين محذوفة؟ هي مع مين تأخذ؟ أيوة رياضيات عامة. أوكي. ما قال ليش إنه بدي أحذف، فما علينا، ما علينا. مش مهم. لا حاجات كويسة، احنا بدنا حاجات مش جديدة فيها شوية صعوبة. شوية
لا مش موحد، لا مش موحد، لا لا هم رياضيات عامة أو زي متطلب حاجات بسيطة. أنتوا هو لازم يأخذ مادة مخففة عن الكالكولس، هي مفروض مادة رياضيات عامة، رياضيات عامة اسمها، فلما أعطيهم كالكولس تقيل عليهم الصحيح. ما علينا عشان الوقت ما يسرقناش، ما علينا. الآن أنا كنت أحكي على محور إكس، لو كان عندي اقتران فوق واقتران تحت ونشتغل هان، صح؟ هان هان. الآن لما أحكي على واي حيصير الاستناد هيك، فحيصير عندي اقتران، لازم يكون اقتران، ما ينفعش أرسمه هيك، آه؟ بكون مش اقتران، لأنه قيمة إكس لها أكثر من، مزبوط ولا لا؟ آه الفيرتيكال لاين تيست، ما ينفعش. فلو كان عندي اقتران هان واقتران هان وأخذتهم، الاستناد الآن عمين؟ عمحور واي، بدي المنطقة التكامل بالنسبة لواي، خلي هذه هي الانترفال من سي لدي، بلاش نخلي الاي والبي للإكس، الاي والبي للإكس، هاي الاف وهاي الجي، قلنا ايش احنا هان؟ تكامل من اي لبي لاف ناقص جي، مزبوط ولا لا؟ دي اكس، اللي فوق ناقص اللي تحت، هان بدي اقول المساحة هذه اشيل منها المساحة هذه. فلو كانت هذه اف وهذه جي لازم تكون اف اوف واي وهذه جي اوف واي، تمام؟ فبتكون المساحه عباره عن ايش؟ الاريا تساوي التكامل من سي لدي لاف اوف واي ناقص جي اوف واي كله دي واي، دي واي. طيب يعني لو مش بالصوران ممكن تقل بيها هيك الرسمه بتصير زي هذه، بس بدل ما هي على الشمال بتحط المراية أقبالها بتصير قصة، ما علينا بس يعني هذه نفس المنظر تماما، بس واحدة تأخذ بالنسبة لإكس والثانية بالنسبة لواي. طيب نرجع لمثالنا اللي حليناه الآن، نشوف إيش بفرق عندي. نفس المنطقة المظللة، نفس المنطقة المظللة عملنا، هذه كانت 2 وهنا سالب 2 وهنا 0. طبعا مش شرط تكون السالب 2 هاد قد السالب قد ال2 هاد، لانه محور اكس لحاله له وحدات ومحور واي لحاله له وحدات، على المحور الواحد الابعاد تكون متساويه. اللي هان ان شاء الله هذا عملها سالب 2 او هنا سالب 1 سالب 2 هناك 1 2 وهنا 1 2 3 ما لهاش دخل، على الاكس يكون 1 2 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3، 1 2 يكون سالب 1 سالب 2 وهكذا على المحور الواحد. ما علينا، المنطقه هذه اللي احنا جزأناها من هان هيك صح، وقلنا هذا الجزء لحاله وهذا الجزء لحال، هذا معادلته واي بتساوي جذر اكس، وهذا معادلته واي بتساوي اكس ناقص 2، وهذا معادلته واي بتساوي 0 صح. طب انا الان بدي اشتغل على محور واي، وفي الربع الاول انا اللي تحت مش مطلوب مني، انا بدي المنطقه، انسوا التجزئة، بدي المنطقه هذه. الان تصوروا هذه انا قلبته هيك، لو قلبته عشان اخذ نفس نظرتي للاكس، فحتصير عندي كانها ها هذه هيك وهيك، بس في جزء هان مش هتزبط كثير. وين هتجينا هيك يا ستي؟ هاي مثلا مش هتيجي هيك، اه على اكس، على اكس الحين هذه فوق وهذه تحت بالنسبه لاكس. طب بالنسبه لواي هنا مين اللي فوق؟ مش هقول فوق وتحت، هقول المنحنى اللي على اليمين ناقص المنحنى اللي على الشمال اللي رسمت لكم اياها انا، هيها شايفين هاد؟ اه فمكتوب عندك في النظريه الرايت هاند فانكشن ناقص الليفت هاند فانكشن، تكون عندي اف ناقص هذا، فالان هذه على اليمين وهذه على الشمال، فهذا ناقص هذا، ما فيش تجزيء في الفتره، فيش تجزيء على واي جاهز صح ولا لا؟ هيها هذا كله فوق هذا المنحنى، محور واي مش داخل للموضوع نهائي ها، بس بضل علي اعرف حدود التكامل من صفر لقديش هان. هذه كانت عندي 4 صح على اكس، طب قديش على واي؟
الآن قبل ما أبدأ كمان لاحظوا أنا كتبت F of Y وهنا G of Y يبقى أنا عندي الاقترانات لازم تكون بدلالة Y. فالمثال المكتوب عندي بقول Find the area of the region in the previous example في المثال السابق by integrating with respect to Y. أوجد المساحة المحصورة في المثال السابق بالتكامل بالنسبة ل Y. فأنا بدي أقول له طيب أنا عندي Y بتساوي جذر X يبقى X إيش بتساوي؟ ما تفتحش تقول الكلام يطلع لا أخذ بالي أنا بدي X إيش بتساوي في الحالتين ماشي؟ هاي واحدة هل نسميها بدناش نقول Y واحد هاي أول واحدة and لما Y بتساوي X ناقص 2 يبقى X إيش بتساوي؟ صح؟ أنا بدي الـ X هي اقتران في Y ده بدي إحنا بنقول دائماً Y هي اقتران في X أنا الآن بدي X هي اقتران في Y عشان أحصل على F of Y و G of Y فهي الاقتران هي وينهن؟ هي المعادلتين بس بدي أحلهم مع بعض عشان نطلع حدود التكامل بالنسبة لـ Y فبدي أجيب كله بالـ Y بدنا نقول بوضع Y تربيع بتساوي Y زائد 2 ننقل هذول هان صار عندي y تربيع ناقص y ناقص 2 تساوي 0 يبقى y ناقص 2 في y زائد 1 تساوي 0 ومنها y بتساوي 2 or y بتساوي سالب 1 مرفوضة rejected. ليش ال y تساوي سالب 1 مرفوض؟ هو قال لي في الربع الأول y سالب 1 تنزل لتحت أنا بديش اللي تحت بدي اللي في الربع الأول فقط تمام؟ وبالتالي هتصير حدود التكامل عندي من وين لوين؟ طب ما هو محور واي اصلا ايش معادلته؟ مش اكس بتساوي صفر؟ واكس بتساوي صفر يبقى الصفر هذا عندي موجود. اكس بتساوي صفر. المنحنيات الثلاثة عندك اكس بتساوي صفر واكس بتساوي واي تربيع واكس بتساوي واي زائد 2. يبقى الواي تربيع لو سويتيها بالصفر تطلع صفر. واي تربيع بتساوي صفر، خذوا الجذر صفر. طيب واي زائد 2 نسويها بالصفر تطلع واي بسالب 2 مرفوضة. بديش اياها، يبقى بس عندي واي بصفر. هاي حدود التكامل. إذا حدود التكامل عندي من صفر لوين؟ ل 2. إذا الأريا بدها تساوي التكامل من صفر ل 2. مين اللي على اليمين؟ مين اللي على اليمين؟ هذا الاقتران. هذا زمان. إيش صار اسمه؟ واي زائد 2، صح؟ آخذ بالي. y زائد 2 ناقص y تربيع كله دي y صح يساوي خلص هذه القوس هو قلته واحد مظبوط لانه هنا حد واحد ما فيش فيه وبالتالي بصير التكامل من غير تكامل نكامل مباشره y تربيع على 2 زائد 2 y ناقص موخوذ من وين لوين الصفر كله صفر لأنه كله في واي يبقى كله بطير بالصفر بنعوض باثنين أربعة اثنين زائد اثنين في اثنين ناقص طب أربعة واثنين ستة الستة 18 على 3 18 على 3 ناقص 8 على 3 بيطلع حتلاقوا نفس جواب المثال اللي فوق صح؟ المثال اللي فوق جوابه الطويل والعريض في الآخر طلع 10 على 3 نفس المساحة لأن هي نفس المساحة المحصورة تمام هيك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم